Hmm. 嗯，对。<laughs> ماشي يا مصطفى لنا أول حاجة how to translate how to translate ازاي نترجم طيب هما إن شاء الله القاعدة العامة للترجمة لما نيجي نترجم أي لما نيجي نترجم أي نص أي نص أحب أي نص نترجمه القاعدة العامة بتقول لا ترجمة لكلمة دون قراءة الجملة يعني ما ينفعش نترجم لكلمة غير لما نقرا الايه تمام لا ترجمة لكلمة دون قراءة الجملة ولا ترجمة لجملة دون قراءة الفقرة ولا ترجمة للفقرة دون التعرف على السياق العام يعني ما ينفعش نترجم اي كلمة الا لما نقرا الجملة اللي هي جاية فيها الكلمة ولا ترجمة لجملة، ما ينفعش نترجم جملة غير لما نقرا الإيه؟ الفقرة، ولا ترجمة للفقرة من غير ما نعرف أصلاً السياق العام إيه؟ الموضوع أصلاً عبارة عن إيه؟ دي أول معلومة. أو بمعنى أصح دي الإيه؟ القاعدة العامة للترجمة. بعدين قاعدة رقم واحد، أول قاعدة في الترجمة اول حاجه لازم بقى تركز عليها في الترجمه ولازم تحطها في دماغك وانت بتترجم قبل البدء في الترجمه عليك سريعا ان تحدد في الجمله العناصر الاتيه العناصر الايه الاتيه لازم احدد العناصر دي اللي هي الفاعل فين فين الفاعل اللي موجود في الجمله فين الفعل فين المفعول به فين تكمله الجمله تتعرف على الجملة تعرف أركانها لازم تعرف الفعل اللي موجود في الجملة الفعل المفعول وتعرف كمان باقي الإيه باقي الجملة تمام آه لو إحنا عندنا جملة زي كده لو إحنا عندنا جملة زي كده لقد حققت مصر إنجازات عظيمة خلال العشرون سنة الأخيرة لقد حققت مصر إنجازات عظيمة خلال العشرون سنة الأخيرة طيب أولا هنا لازم أحدد الفعل لقد حققت مصر مصر هي الفاعل آه الفعل بقى حققت حققت إيه إنجازات إنجازات ده هو الأبجكت هو المفعول عظيمة ديت إذا أدجكتيف دي صفة خلال العشرون سنة الأخيرة دي طبعا تكملة الإيه الجملة ولقد دي لنا فيها وقفات كتير لقد ديت لها أكتر من إيه من إشارة تمام آه زي ما قلت ان فعل الجملة هو مصر والفعل حققت والمفعول انجازات تمام بعدين ملحوظة كلمة لقد تعطي الافضلية لزمن المضارع الايه التام يعني انت لما تلاقي كده لقد حققت مصر انجازات عظيمة خلال العشرون سنة الأخيرة لقد دي بتعطي الأفضلية لزمن الايه؟ زمن المضارع التام يعني كلمة لقد ديت بتكون في الغالب إشارة لزمن المضارع الايه؟ التام فهتكون ترجمة الجملة هنبدأ أول حاجة بالفاعل مين اللي حقق إنجازات مصر؟ بنقول إيجيبت has made great achievements بعدين هنا خلال العشرون سنة الأخيرة هتبقى during the last twenty years خلال العشرين سنة الأخيرة تبقى during the last twenty years خد بالك كلمة الأخيرة هنا دي صفة فلازم تيجي قبل ال قبل قبل العشرين فهتبقى uh, during the last twenty years ما ينفعش تقول during twenty years وبعدين last طيب يبقى دي اول قاعدة يبقى قاعدة رقم واحد قبل البدء في الترجمة عليك سريعا ان تحدد في الجملة العناصر الاتية اللي هي الفاعل والفعل والمفعول وباقي الجملة تمام وقلنا كلمة لقد بطاط الافضلية لايه لزمن المضارع التام طيب قاعدة رقم اتنين او القاعدة التانية لازم تحدد زمن الجملة حدد زمن الجملة يبقى قاعدة رقم اتنين لازم احدد زمن الايه زمن الجملة طيب بمعنى ايه لازم تعرف الجملة دي هل زمنها مضارع ولا زمن ماضي ولا مستقبل ولا الجملة فيها أكتر من زمن أصلا فيها مضارع وماضي ومستقبل يعني هي دي الفكرة. طيب جملة زي كده لقد نجحت مصر في جمع شمل القادة العرب وسيكون لهذا أثرا طيبا على عملية السلام. طيب لو أنت جيت بصيت هنا لقد نجحت مصر مصر هي الفاعل نجحت دوت الفعل طبعا الفيرب مصر في جمع شمل القادة العرب يبقى الجزء من الجملة أول جزء في الجملة باست بالماضي ماضي أو حتى بريزنت perfect أو مضارع تام طيب وسيكون لهذا أثرا طيب على عملية السلام هنا الجزء التاني من الجملة future هيكون زمن المستقبل طيب Uh, the first section or the first part of the sentence الجزء الاول من الجملة يحتوى على زمن مضارع والاخر ايه والاخر مستقبل طيب قلنا قبل ما نترجم لازم نحدد الفاعل والفعل والمفعول وتكملة الجملة اه طيب مين اللي هنا لقد نجحت مصر في جمع شمل القادة العرب من الذي نجح مصر يبقى طبعا تبدأ بايه بالفعل في الاول اللي هو مين ايجيبت فتبقى كدهوت Egypt has succeeded لقد نجحت مصر in closing the ranks of the Arab leaders في جمع شمل القاده العرب اللي هي the leaders and this will have a great effect وسيكون لهذا اثرا طيبا وسيكون دي اللي هو يبقى زمن الايه؟ زمن المستقبل فتبقى Uh, this will have a great effect on the peace process في عمليه الايه في عمليه السلام تمام يبقى uh, دي القاعده الثانيه قاعده رقم ثلاثة او نمبر 3 تعامل بشكل صحيح مع verb to be and verb to have دول بقى لازم ايه لازم تاخد بالك منهم احيانا verb to be بيكون مختفي موجود في الجملة اصلا بس مختفي آه خصوصا في جمل اللغة العربية بتلاقي آه جملة زي مثلا كده مصر آه دولة عظيمة مصر دولة عظيمة هنا الجملة فيها فعل يكون بس مختفي اللي هو مصر تكون دولة عظيمة verb to have verb to have بيتغير معناه من جملة لجملة وعلى حسب المقصود تمام على حسب المقصود بالايه بالجمله نفسها يعني لو قلت ام هافينج ام هافينج لانش ناو ده معناها انك انت بتتناول الغداء دلوقتي لكن لما تقول اي آه هاف ا شاور معناها انك انت بتاخد ايه بتاخد شاور او بتاخد دوش يعني طيب ان صحراء مصر غنية بثرواتها الطبيعية ان صحراء مصر غنية بثرواتها الطبيعية رقم ثلاثة تعامل بشكل, بشكل صحيح مع verb to have او verb to be في الاول و verb to ايه و verb to have اللي هو فعل يكون وفعل يملك جملة زي كده ان صحراء مصر غنية بثرواتها الطبيعية لما نيجي نترجم الجملة دي إن صحراء مصر غنية آه هي المقصود بها إن صحراء مصر تكون غنية بثرواتها الطبيعية تمام طيب إن صحراء مصر فهتبقى ترجمتها Egypt is rich in its natural resources أو طبعا كلمة صحراء هنا ما ترجمتهاش بس ممكن نترجمها يعني ممكن تقول the desert of Egypt صحراء مصر is rich in its natural resources أو natural resource بثروتها الإيه؟ بثروتها الطبيعية أو بثرواتها الطبيعية تبقى natural resources المفروض إن هنا في إيه؟ في إس الجمع علشان كلمة resources طبعا إيه تجمع يبقى ايه؟ تجمع Egypt desert of Egypt صحراء مصر إذريتشن ايه rich in its natural إيه resources طيب خد بالك إن إيز معناها يكون هو أصلا مش موجود هنا في الجملة يعني في الجملة مش بيقولك إن صحراء مصر تكون هنا مفيش تكون فانت لازم تركز على ايه فيرب طيب على انه ساعات بيكون مختفي من الجمله خصوصا في الايه إيه في الجمل اللي زي كده لدينا الكثير من الموارد الطبيعيه هنا لدينا هنا لدينا الكثير من الموارد الطبيعيه يعني اننا نمتلك وخد بالك هنا لدينا يعني اننا نحن يعني كلمه لدينا لوحدها جمله لوحدها اصلا جمله لدينا لدينا الكثير من الموارد الطبيعية فلدينا دي هنا فيها كلمة إيه نحن نمتلك فيها كلمتين نحن نمتلك الكثير من الموارد الطبيعية فده تبقى ترجمتها وي هاف نحن نمتلك أو وي أو في هنا نحن فيش نحن لكن كلمة لدينا ديًا معناها إيه؟, إيه نحن نمتلك نحن نمتلك اللي هتبقى ايه بقى وي او ناتشورال ريسورس دي معناها لدينا الكثير من الموارد الطبيعيه ريسورسز هنا اتحط لها اس اوكي طيب ده فيرب تو بي وفيرب تو هاف لان ايه هو ايه ما بيكونش ظاهر في الايه في جمل الترجمه دي كانت قاعده رقم ثلاثة تمام قاعده رقم أربعة المفعول المطلق لا يترجم يعني المفعول المطلق مش بنترجمه ولكن نعمل ايه بقى يستخدم ظرف يعني نستخدم كظرف او نستخدم ظرف او جمله ظرفيه تدل على معناه بنستخدم ظرف او جمله ظرفيه تدل على معناه لو في مشكله في الصوت يا شباب او في مشكله مز يعني ظهر عندكم ممكن تكلموني انا معاكم على الواتس تمام قاعده رقم اربعة المفعول المطلق لا يترجم ولكن يستخدم ظرف او جملة ظرفية تدل على معناه بمعنى ايه لو عندك جملة زي كده تطورت تطورت الظروف الاجتماعية في مصر تطورا كبيرا ده مفعول مطلق زي كبيرا عظيما كريما ده اسمه ايه تطورا كبيرا كلمة كبيرا هنا بنعتبرها ايه مفعول ايه مفعول مطلق طيب فلما تيجي تترجم تت كبيرا دي هترجمها يا يعني إما ظرف أو جملة إيه جملة ظرفية وهنعرف إيه يعني إيه. طيب تطورت الظروف الإجتماعية مين اللي تطورت الظروف الإجتماعية؟ يبقى إحنا نبدأ بالظروف الإيه؟ الإجتماعية. يبقى نس نقول social social conditions يعني اللي هي الظروف الإجتماعية in Egypt الظروف الإجتماعية في مصر اه الجمله كلها متصله الظروف ما ينفعش تقول الظروف الاجتماعيه تطورت وبعدين تقول في مصر لا الظروف الاجتماعيه في مصر يبقى دي كلها نترجمها مع بعض حته واحده سوشيال كونديشنز ان ايجيبت مالها بقى السوشيال كونديشنز ان ايجيبت تطورت تطورا كبيرا يبقى هاف significantly تشينجد طيب significantly اللي هي اصلا ايه كبيرا طيب فأنت ممكن تقول إيه عشان تجيبها صح تترجم الأول شيل المفعول المطلق شيله خالص مالكش دعوة بيه يعني ما تترجمهوش في الأول فتقول تطورت الظروف الإجتماعية في مصر تطورت الظروف الإجتماعية إيه في مصر فهتبدأ بالظروف الإجتماعية في مصر social conditions in Egypt have changed have changed يعني تطورت وحط بقى إيه كبيرا كبيرا تطورا كبيرا اللي هي significantly اللي هي كبيرا دي ترجمناها ايه significantly طيب ازداد الموقف سوءا وبعدين كاتب لك ايه بقى بشكل خطير لما تلاقي بشكل خطير تطورا كبيرا دي بنقول عليها ايه انت طبعا ادرى مني بالكلام ده بنقول عليها ايه المفعول المطلق ازداد الموقف سوءا بشكل خطير يبقى بشكل خطير ده احنا ممكن ن... يعني ايه بشكل خطير يعني سيريسلي طيب سوء ورز فهتبقى الجملة كده the situation grow seriously worse the situation grow seriously worse يعني الموقف ازداد سوءا بس إيه بقى بشكل خطير دي ترجمتها إيه seriously <ترك> يبقى <في اله> أنت تقول عليها إيه كبيرا جدا greatly ااا greatly ترجمة مثلا significantly ترجمة مثلا seriously زي ما ايه على حسب المعنى ما, ما بيطلب منك قاعدة رقم خمسة بيقول لك تأتي الصفة قبل الاسم دايما تيجي الصفة قبل الاسم تمام قاعدة رقم خمسة تي الصفة قبل الاسم والظرف بعد الفعل قبل الايه قبل الاسم والظرف بعد الايه بعد الفعل وعلامته يعني علامة الظرف ده ان هو بتلاقي فيه في في في, في, في 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 اخره ال واي ما عدا ايه الغير منتظم يعني في بعض الظروف بتلاقيها ايه مش متضاف لها ال واي زي مثلا ليت ايرلي دي الصفات اللي ايه من الصفات اللي ما بيكونش فيها ال واي زي لما هو هيز ا فولش بوي هنا عندك فولش دي صفة، Adjective، تيجي قبل الاسم اللي هو بوي لكن أقول he behaves فولشلي يعني هو يتصرف بشكل إيه؟ بتاعت اه الصفة قبل الاسم لما تيجي تترجم الصفات لم والاس... لما تيجي تترجم الصفات وال... والظروف دايما تحط الصفة قبل الاسم والظرف تحطه بعد الإيه؟ بعد الفعل. he is fo... he is a foolish boy يعني هو يكون ولد غبي أو ده لو عشان فولش هنا حطيناها قبل كلمة ولد علشان دي صفة فالصفة توضع قبل الاسم لكن الظرف أو الحال يوضع بعد الإيه؟ بعد الفعل أو هي بيهيفز foolishly هي بلايز ويل هو بيلعب بشكل جيد هي بينتس بيوتيفولي يعني هو بيرسم بشكل جيد بشكل جميل تمام فدايما الظرف أو الحال يوضع بعد الفعل لكن الصفة تأتي قبل الاسم. قاد رقم ستة إذا كان النص المراد ترجمته مكتوب بلغة المبني للمجهول. آه دي مهمة بقى. لو كان النص اللي أنت هترجمه مكتوب بلغة الإيه المبني للمجهول يفضل استخدام لغة المبني للمعلوم. يعني لو عندنا يفضل خد بالك مش يعني مش إجباري لأ يفضل. استخدام آه المبني للمعلوم إذا كان آه إذا كانت الجملة أو إذا كان النص المراد ترجمته مكتوب بلغة المبني للمجهول يفضل إن احنا نستخدم لغة المبني للمعلوم. طيب تمام كويس. اه لو كان النص المترجمته مكتوب بلغة اه المبني للمجهول يفضل استخدام ايه المبني للمعلومة ماشي يعني زي ايه؟ زي لما اقول the operation او the operation was performed by a well-known a well-known surgeon يعني العملية اه تمت على يد a well-known surgeon يعني طبيب اه معروف تمام اوكي a, B, C, a, B, بعدين يا شباب طيب هنا the operation was performed by a well-known surgeon اه دي ترجمها ايه؟ ان العملية تمت على تمت بواسطة جراح مشهور وممكن تقول لقد قام بالإيه؟ بالعملية جراح مشهور لقد قام بإجراء العملية جراح مشهور جراح مشهور. طيب. إذا كان النص المراد ترجمته مكتوب بلغة المبني للمجهول، يفضل استخدام لغة المبني إيه للمعلوم وأنت بترجمه. تقول قام جراح مشهور بإيه؟ بإجراء آه العملية. يا الله. قاعدة رقم سبعة بتقول تستخدم of بنستخدم of عندما يكون المضاف إليه غير عاقل وبنستخدم الاس الابوستروف اس نستخدم الابوستروف اس او الابوستروف لوحدها اللي بنسميها اس الملكية عندما يكون المضاف إليه عاقل عندما يكون المضاف إليه ايه عاقل تمام آه يعني تقول the ministry of education يعني وزارة التعليم the ministry of education بنستخدم of هنا علشان عندما يكون المضاف اليه غير عاقل يعني ما يعني ما تقول the ministries ما ينفعش تقول the ministry كده وبعدين تحط أبوستروف اس وتكتب education لا عشان انت بتقول وزارة التعليم فتقول the ministry of education the ministry of uh, commerce the ministry of uh, اه هيلث تمام آه، مشكله البطاله ذا بروبلم اوف امبلويمنت اوف ان the ذا بروبلم اوف ان يعني مشكله الايه يعني مشكله البطاله تمام لكن لو انت بقى هت آه آه لو لكن لازم تستخدم الاس او الابوستروف اس لو كان المضاف اليه عاقل يعني لو كان المضاف اليه عاقل نستخدم الاس او الاي او الابوستروف اس فتقول ما ينفعش تقول ما ينفعش تقول ذا هاوس اوف ماي mother ما ينفعش تقول, تقول, تقول كده لا تقول ماي mother's ايه هاوس ليه بقى بس هنا احنا حطينا ابوستروف اس كلها علشان ماي آه هنا سنجولار مفرد فلازم يعني مثلا عايز تقول منزل والدتي فتكتب ماي mother وتكتب هاوس وتحط بينهم ابوستروف اس تمام لكن لما عشان انت بتعبر عن ملكيه مفرد لكن لما تيجي تتكلم عن ملكيه جمع زي ماي بيرنتس مثلا كلمه بيرنتس هنا جمع فهنا بقى ما ينفعش تحط الابوستروف اس كلها لا تحط الايه الابوستروف فقط وتكتفي باس الايه الجمع بدل ما اقول ما عايز اقول مثلا منزل عايز اقول سياره علي حلو اكتب علي واكتب كار واحط بينهم ابوستروف اس اكتب علي واكتب كار واحط بينهم ايه ابوستروف اس حلو طيب عايز اقول فصل الاولاد اكتب كلمة the boys كلمة boys هي جمع واكتب كلاس فصل تمام بس علشان كلمة the boys دي في اخرها اس فمش هنحط الابوستروف اس كلها امال هنعمل ايه نحط الابوستروف بس زي كده فتقول my parents house إذن قاعدة رقم سبعة بتقول لنا تستخدم اوف عندما يكون المضاف إليه غير عاقل وتستخدم الأبوستروف أو الأبوستروف اس للملكية عندما يكون المضاف إليه عاقل تمام قاعدة رقم ثمانية بتقول أداة النصب إن اداه النصب ان ليس لها مكان عند الترجمه الى الايه الى الانجليزيه اداه النصب ان ليس لها مكان عند الترجمه الى الانجليزيه زي ايه يا شباب زي لما اقول ان زياده الانتاج هي السبيل الوحيد لبناء المجتمع المثالي الذي نسعى اليه زي لما اقول ان زيادة الانتاج هي السبيل الوحيد لبناء المجتمع المثالي الذي نسعى اليه كلمة انديا او اداة النصب ان ليس لها مكان عند الترجمة لما تيجي تترجم من عرب الانجليزي ملهاش ايه ملهاش مكان في الترجمة تمام آه فلما نيجي نترجم هتبقى increasing production يعني زيادة الانتاج is the only way هي الطريق الطريق الوحيد to build up the ideal society for which we uh, aspire increasing production is the only way to build up the ideal society for which we aspire قاعدة رقم اه تسعة قاعدة رقم تسعة بتقول الضمائر المستترة في العربية الضمائر المستترة في اللغة العربية pronouns يجب إظهارها عند الترجمة إلى الإنجليزية في ضمائر مستترة زي دي قلناها دي قلناها بس برضو إيه ما قلناهاش بالطريقة الكاملة يعني أو بالشكل الكافي زي لما نقول نفخر زي الجملة بتاعت لدينا نفخر بأن التعليم هو المشروع الأول في مصر نفخر من اللي نفخر اللي هي نحن نحن نفخر أو نحن نفتخر بأن بأن التعليم هو المشروع الأول في مصر لما نيجي نترجمها لازم نطلع الضمائر فهتبقى إيه هنا نفخر مش موجودة نحن فأنت لازم تكتبها هنا نحن وي آر وي آه نفخر بأن نحن نفخر نحن نكون نفخر يبقى we are proud that education is the first national project in Egypt. نحن نفخر بأن التعليم هو المشروع آه الأول في مصر تمام يبقى قاعدة رقم تسعة الضمائر المستترة في اللغة العربية يجب إظهارها عند الترجمة إلى الإيه إلى الإنجليزية القاعدة رقم عشرة بتقول <applause> لام التعليل تترجم إلى لام التعليل تترجم إلى تترجم إلى لام التعليل بقى اللي هي لي أو لكي تترجم إلى in order to أو so as to أو حتى to بس وتجيب بعدها إيه وتجيب بعدها مصدر يبقى in order to أو so as to أو to زائد إيه زائد مصدر اسمها إيه بقى لام التعليل يبقى لام التعليل تترجم الى in order to او so as to او حتى ايه تو بس تمام في مشكله يا شباب انا معاكم برضو في في الكومنتات اهوت انا شايف الناس اللي موجوده اه انا موجود اهوت وفاتح القناه برضو والصوت مظبوط معايا لو في مشكله كلموني انا معاكم يبقى لام التعليل تترجم إلى in order to أو so as to أو to زائد المصدر تمام طب زي إيه؟ زي لما أقول سهر طوال الليل لينهي جميع أعماله سهر طوال الليل لينهي جميع أعماله، آه سهر طوال الليل لينهي أهي دي اللام دي اسمها لام الإيه؟ لام التعليل. دي بنترجمها ل in order to أو so as to أو to فهتبقى he sat up all night so as to أو in order to أو to get all his work over تمام ااا آه قاعدة رقم 11 بتقول نمبر 11 بتقول الضمير المضاف إلى فعل الضمير المضاف إلى فعل ندي نركز فيها بقى الضمير المضاف الى فعل يترجم الى ضمير مفعول، اي ضمير مضاف لفعل نترجمه لضمير ايه؟ مفعول. طب ايه هم ضمير ضمائر المفعول؟ طبعا ضمائر المفعول هير هيم أس ايه، ذم مي دي اسمها ضمائر الايه؟ ضمائر المفعول. زي أقول ان تعلم اللغات الاجنبية يمكننا من قراءة أف العالمية إن تعلم اللغات الأجنبية يمكننا أهو ده ضمير مضاف إلى إيه؟ مضاف إلى فعل مضاف إلى فعل طالما ضمير مضاف إلى فعل فأنت هترجمه ضمير إيه؟ مفعول فهتبقى إن تعلم اللغة الأجنبية إحنا قلنا إن دي ملهاش ترجمة عندنا في الإنجليش طيب فهتبقى إيه بقى؟ Learning foreign languages Learning foreign languages بيمكننا اه يمكننا دي يمكننا دي ده ضمير مضاف الى ايه مضاف الى فعل فهتبقى learning foreign languages enable us to read the international newspapers ان احنا نقرا الانترناشونال نيوز بيبرز تمام دي كانت القاعده رقم 11 قاعده رقم 12 بتقول الضمير المضاف الى اسم الضمير المضاف الى اسم احنا خدنا من شويه ضمير مضاف الى فعل حلو دلوقتي في قاعده رقم 12 عندك الضمير المضاف الى اسم يترجم الى صفه ملكيه ضمير مضاف الى اسم اه زي لما تقول سيارته آه بيته بيتها بيتنا طيب يزور مصر كثير أو كثيرا من السياح كل عام لمشاهدة آثارها القديمة يزور مصر كثيرا من السياح كل عام لمشاهدة آثارها القديمة آه طب دي نترجمها إزاي. يزور مصر كثيرا من السياح طب لو احنا جينا هنا خلينا نجيب كده من البدايه من ال يعني فين هنا الفاعل وفين الفعل ومن المفعول لازم تحددها يزور مثلا هي بدات بال لو انت جيت كتبت يزور فيزت رحت كتبت على طول فيزت وبعدين ايجيبت وبعدين ميني وبعدين اوف وبعدين آه آه ترجمت كلمه سياح تورستس وبعدين آه كل عام افري ما ينفع كده تبقى ترجمه حرفيه اذا انت لازم تحدد الفاعل والفعل والمفعول يزور مصر كثيرا من السياح السياح هنا فاعل يزور هو الفعل ومصر هو ايه المفعول وكثيرا دي طبعا هتبقى ميني او هتبقى تخليها a lot of او lots of بس طبعا يستحسن انت تكتب a lot of او lots of طيب كل عام لمشاهدة هنا عندك اللام دي قلنا عليها لام التعليل انت هتخليها ايه تو او ان اوردر تو او او سو اس تو لمشاهدة اثارها الهاء دي اسمه ايه اسمه ضمير مضاف مضاف الى ايه الى اسم يبقى الضمير المضاف الى اسم بنترجمه لصفة ايه ملكية فهتكون كده هو every year كل عام a lot of tourists العديد من السياح visit Egypt يزورون يزورون مصر to watch its a ancient monuments طبعا هنا إتس ده اتس دي ايه ؟ ده صفة ملكية الملكية صفات الملكية لهي his, she, ل, لأي طبعا صفة الملكية ل <hesitation> هي هيز شي هير ل أي طبعا ماي يعني يعني بدل ما تقول اه تقول اي هاف ا كار ماي كار از نيو هي هاز ا كار هو عنده سيارة هيز كار از نيو شي هاز ا كار هير كار از نيو أو جديدة يعني they هاف اا كار ذير كار از نيو طيب إذاً دي اسمها صفات الملكية my here, their his our its yours فهنا لمشاهدة آثارها الهاء دي هي ايه هي الضمير المضاف إلى ايه إلى الاسم ترجمنا الهاء دي ترجمناها its يبقى طيب خد بالك ظرف الزمان ده وهتيجي والكلمة والجملة دي هنتكلم عليها بعدين ان ظرف الزمان زي كده اما ان هو يوضع في بداية الجملة زي كده هو تحط بعديه فاصلة او انك تحطه في اخر الجملة طيب خد بالك a lot of و of والاعداد دي تعتبر من الايه تعتبر من الصفات فبنحطها قبل الاسم يعني مفعش تقول يزور مصر كثيرا من السياح يبقى لازم تحط كثيرا من السياح في الاول اللي هي a lot of tourists يعني كثيرا من السياح وبعدين تكتب الفعل يبقى a lot of tourists ده الفاعل visit دوت الفيرب Egypt uh, the object المفعول وبعدين to watch its ancient monument طيب وطبعا كلمة مونومنتس ديت ايه ناقصة اس مفيش مشكلة ممكن تخليها اثارها بالجمع قاعدة رقم 13 بتقول لك الاسماء المعنوية لا تأخذ ذا عند ترجمتها الى اللغة الانجليزية الاسماء المعنوية اسماء المعنوية زي الشرف والجمال والحب والفضيلة والسلام والصدق والامانة دي اسماء ايه اسماء معنوية تمام اذا الاسماء المعنوية مم. تمام شايف ما شاء الله في ناس عملت شير القناة هوت عشان الناس تدخل معنا فانا بشكركم جدا طبعا قاعدة رقم 13 الاسماء المعنوية لا تأخذ ذا عند ترجمتها الى الانجليزية زي الشرف owner بيوتي، الجمال truth اه دي ما ينفعش تحطي ما تقول ذا اونر او ذا بيوتي او ذا تروث تمام لو انت هتتكلم عنها يعني في جمله خاصه بيها آه, virtue love progress peace آه, friendship honesty طيب هنفهم الكلام ده من الجمله اللي جايه يرجع يرجع التقدم في الزراعه والصناعه والطب الى العلم الحديث يرجع يرجع الايه التقدم امم طب هنا هو بيقصد التقدم في في دوله معينه ولا التقدم بشكل عام لو هو بيقصد التقدم بشكل بشكل عام فكلمه التقدم اللي هي بروجريس دي مش هنحط لها ذا طيب وكذلك مثلا لو بيقصد كلمه الشرف بصفه عامه مش هنحط ذا لكن لو يقصد التقدم في دوله معينه خاصه يعني هيخصص دولة معينة بعينها هيتكلم عن التقدم في مصر مثلا او في اي دولة في العالم هنا انت تحط ذا يبقى هنا يرجع التقدم في الزراعة والصناعة والطب الى العلم الحديث طيب يعني ايه اه فهنا بقى ما تقولش ذا بروجريس تقول بروجريس على طول فتبقى بروجريس ان اجريكولتشر اللي هو الزراعه اندستري الصناعه اند ميديسين اللي هو ايه الطب از آه كل ده التقدم في دول is due to due to يعني يرجع إلى أو بسبب ممكن تستخدم because of because of إيه modern science اللي هو إيه العلم الحديث آه خد بالك هنا الجملة دي جملة عامة يعني يعني هي بتكلم عن تقدم في كل أنحاء العالم ما تكلمش عنه في دولة معينة لكن لو خصصنا بقى وقلنا التقدم اللي هو مثلا في مصر أو التقدم في في اليابان ساعتها بقى هتقول ايه؟ ذا بروجريس ساعتها بقى هنحط ايه؟ هنحط ذا اه يبقى انا لازم وانا لما وانا بترجم اقرا الجمله كويس اعرف هو مقصود بيها ايه؟ لان الترجمه في الاصل ترجمه ايه؟ معنى طيب <تصفيق> <تصفيق> بعدين قاعدة رقم 14 بتقول لك الصفة المسبوقة بذا أي صفة مسبوقة بذا ولا يتبعها اسم تترجم إلى اسم جمع في اللغة العربية الصفة المسبوقة بذا م? م. بك 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 بتكلم الصفة المسبوقة بذا ولا يتبعها اسم تترجم الى اسم جمع في اللغه العربيه مثلا كلمه بور اللي هي فقير دي صفه لو حطيت قبلها ذا يبقى هنا مقصود بيها ايه يبقى انت كده بتقول ذا بور يعني معناها الفقراء يبقى كل الفقراء ريتش غني صح دي صفه لو حطيت قبلها ذا هتبقى ذا ريتش هتبقى <applause> ايه ذا ريتش معناها الايه الاغنياء ديسيبلد <applause> معناها معاق لو حطيت قبلها ذا فهتبقى ذا ديسيبلد المعاقين اذا الصفه المسبوقه بذا ولا يتبعها اسم تترجم الى اسم جمع في اللغه الايه العربيه زي لما اقول لك ذا دم البوك ذا بور الفقراء ذا ريتش الاغنياء قاعدة رقم 15 بتقول الأسماء التي لا تجمع اللي هي uncountable nouns لا تأخذ أداة المعرفة ذا الأسماء التي لا تجمع زي مثلا paper grass العشب electricity آه luggage اه المال لا يجمع دي اسمها أسماء لا تجمع uncountable يعني لا يعني لا تعد يعني ماني معناها فلوس صح ولا لا واحد يقول طب ما الفلوس تعد لا انت مينفعش تقول واحد فلوس اتنين فلوس ثلاثة فلوس اربعة فلوس مينفعش تقول كده صح يبقى اذا كلمه ماني لا تعد كلمه انفورميشن معلومات نيوز اخبار ايل آه هي كلمة نوز كده اخبار هي الكلمة كده مينفعش لو انت شلت الاس بقى تبقى نو يعني جديد ده موضوع تاني ايل زيت باجج الحقائب اويل ديت لا تجمع ما ينفعش تقول واحد زيت اتنين زيت تقول طب انا ممكن احطهم في علبه واقول دي علبه زيت اه ما انت كده بتعد علب الزيت بقى مش بتعد الزيت نفسه زي الرايس والشوجر والسولت الووتر ميلك كل الحاجات ديت انكاونتابل سو يو نوت كاونت اور اد نمبر اور نمبرز بيفور ذم فلذلك بنقول على هي اسماء لا تعد رول 16 القاعده رقم 16 كلمات التوكيد في اللغه العربيه ليست لها ترجمه كلمات التوكيد مش بتترجم تمام كلمات التوكيد في اللغه العربيه ليست لها ترجمه زي لما اقول ان الصناعه هي اساس التنميه ان ديت طب ماشي ان دي ما. هترجمها ايه انا إنما. انا ما اعرفش ان خلاص دي اسمها كلمه توكيد فانت ما ترجمه ان الصناعه هي اساس التنميه هنبدا بايه هنا هنبدا بالصناعه طيب علشان كده هنقول industry is the basis of development الصناعة هي أساس الإيه أور ذا بيز ممكن تخليها بيز أه تمام ده اللي هو إيه كلمات التوكيد رول نمبر سفينتين رول نمبر سفنتين اللي هي قاعدة رقم سبعتاشر تمام. قاعدة رقم 17 حز اه حرف الاس وكلمة سوف. المرادف ونركز بقى في اللي جايين حرف الاس وكلمه سوف المرادف لهما في اللغه الانجليزيه هو زمن المستقبل البسيط يعني لما تلاقي في جمله لما تلاقي في جمله اه حرف الاس او في, في مثلا اه سنحقق سنكسب سنعمل سنسافر ده معناها ان هنا زمن الجمله دي مستقبل ايه؟ مستقبل بسيط زي لما تقول زي ما يكون عندك جمله زي كده ستبني الحكومه مدارس كثيره ستبني ستبني سوف تبني ستبني اللي هي سوف تبني يبقى هنا ستبني دي معناها انك انت الجمله دي هتبقى هنترجمها لزمن الفيوتشر سيمبل المستقبل البسيط ونبدا بالفعل طبعا يبقى نقول ذا جوفرنمنت ستبني اه ادي الحكومه فاعل لازم اجيب بعدها الفعل ولازم تخلي الفعل في زمن المستقبل البسيط علشان هنا ايه حرف السين هنا بيدل على ان ان ده شيء هيحدث في المستقبل فتبقى the government will build سوف تبني مدارس كثيره مدارس كثيره يبقى تحط كثيره الاول وبعد كده مدارس يبقى a lot of ايه؟ a, a lot of schools تمام قاعده رقم 18 بتقول لك لقد زائد فعل ماضي لقد زائد ايه؟ زائد فعل ماضي وفي الجملة إشارة تدل على الماضي البسيط يعني لما تلاقي مثلا لقد حققنا لقد صنعنا لقد ذاكر لقد لقد سافر بالأمس لقد سافر والدي بالأمس لقد سافر والدي بالأمس اه هنا بيقول لك لقد زائد فعل ماضي وفي الجملة إشارة تدل على الماضي البسيط تترجم إلى ماضي بسيط خد بالك عشان في في تسعمية ألف لقد هناخدهم دلوقتي لقد زائد فعل ماضي وفي في الجملة إشارة تدل على الماضي البسيط ها يعني ايه اشاره تدل على الماضي البسيط يعني جبلك لك كلمه من كلمات الماضي البسيط يعني جاب مثلا يسترداي إيه جاب, جاب لك مثلا لاست نايت او ويك ago لاست يير المهم جاب كلمه محدده في الماضي يعني مثلا زي كلمه زي زي يسترداي لقد سافر والدي بالامس كلمه بالامس دي هي الاشاره هي المقصود بها اشاره تدل على الماضي لو لقيت كلمه لقد زائد فعل ماضي وفي الجمله اشاره تدل على الماضي البسيط يبقى نترجمها على طول لايه لماضي بسيط فهتبقى كده لقد اتصل بي امس هاتفيا امس دي اولا ادي لقد اهي زائد فعل ماضي لقد اتصل ب امس هنا لقد وفعل ماضي وفي اشارة هنا كلمة تشير للماضي البسيط فلذلك لازم الجملة دي اترجمها ماضي بسيط يبقى لقد زائد فعل ماضي زائد كلمة تدل على الماضي البسيط يبقى نترجمها ايه ماضي بسيط زي لما اقول هتبقى الجمله هي تليفوند مي يسترداي اه القاعدة رقم 19 لقد بقى زائد فعل ماضي بدون أي إشارة من, غن من غير ما يكون في إشارة للماضي من غير ما يكون في كلمة مثلا يسترداي أو لاست نايت أو كده تترجم لمضارع تام زي لما أقول لقد اهتمت الدولة بالتعليم ما جابلكش هنا كلمة بتدل على الماضي ما جابش كلمة بتدل على الإيه؟ على الماضي فهتبقى the state the state has taken great interest in education لقد اهتمت الدوله بالتعليم the state has taken great interest in education خد بالك هنا خليتها has taken ترجمتها لمضارع تام لان انا ما عنديش آه كلمه تدل على الماضي او اشاره الى الايه الى الماضي لقد ساعد العلم الإنسان على أن يحيا حياة مريحة، لقد هنا طبعا ما مكت... لقد ودي فعل ماضي أهو، لكن مفيش كلمة هنا بتدل على الماضي، مفيش كلمة بالأمس، كلمة العام الماضي، كلمة من 900 سنة فاتوا، مفيش كلمة تدل على الماضي البسيط، لذلك هنترجم الجملة يعني لو إحنا بن... وأنت بتترجم تخلي زمن الجملة مضارع تام. (ساينس هاز helped مان) اللي هو من هنا بيكون مقصود بها الانسان to lead a comfortable life. لا هم 30 نقطه بس احنا في النقطه رقم 19 باقي لنا 11 نقطه. <applause> لقد اصبح من الواضح إن الإدمان هو وباء العصر لقد أصبح لقادة هي وبعدين فعل ماضي وما فيش كلمة تشير إلى الإيه؟ تشير إلى الماضي لذلك هنترجم زمن الجملة هنخليه مضارع تام فهتبقى إيه؟ هتبقى It has become clearer that addiction is the plague of the age <applause> رول نمبر 20 قاعدة رقم 20 لقد زائد فعل مضارع يدل على الاحتمال لقد زائد فعل مضارع يدل على الاحتمال ونستخدم ايه ونستخدم مي قد زائد فعل مضارع بيدل على الايه على الاحتمال اه يعني هتلاقي قد يكون قد يأتي قد زائد فعل مضارع يدل على الاحتمال وبنستخدم ايه نستخدم ماي معلش الحصة متأخر شوية بس والله عشان اخذت منه وقت للتجهيز قد زائد فعل مضارع بيدل على الاحتمال ونستخدم ايه ماي زي لما اقول قد يشهد هذا العام تطورات هائلة نحو السلام قد يشهد هذا العام قد يشهد هنا قد وفعل مضارع يبقى هنا على طول ايه احتمال يبقى تستخدم ماي فهتبقى this year may witness immense development towards peace this year may witness هذا العام بدأنا بهذا العام لأن هذا العام هنا يعتبر فاعل may witness ربما يشهد immense development towards peace اوكي. رول نمبر 21 قاعدة رقم 21 لن زائد فعل مضارع يقابله في الإنجليزية مستقبل بسيط منفي لن ومضارع لن لن زائد فعل مضارع يقابله في الإنجليزية مستقبل بسيط إيه؟ منفي. آه زي لما أقول لن أفعل ذلك مرة أخرى لن أساعدك لن أساعدك اليوم لن أساعدك آه غدا هنا يبقى انت هنا ايه لن زائد فعل مضارع يقابله في الانجليزيه مستقبل بسيط ايه منفي زي لن افعل ذلك مره اخرى I won't دو do that again I دو ذات do that again تمام قاعده رقم 22 rule number 22 <applause> بيقول لك لم زائد فعل مضارع يقابله في الإنجليزية ماضي بسيط لما تلاقي لمبة أو فعل مضارع ده معناه في اللغة الإنجليزية ماضي إيه؟ ماضي بسيط زي لما أقول لم يحضر أحمد حفل عيد ميلادي لم يحضر أحمد حفل عيد ميلادي إيه هنا لم وفعل مدارة. يبقى لم وفعل مضارع هتخليها إيه؟ ماضي بسيط تمام لم يحضر احمد عيد ميلادي يبقى انت هنا تبدا بالفعل احمد يبقى نقول احمد didn't attend my birthday party. قاعده <applause> رقم 23 بتقول لك كان ذات فعل مضارع يقابله ماضي ايه؟ مستمر كان يلعب كان يشاهد يبقى معناها ان انت هتخلي زمن الجمله ايه؟ ماضي مستمر. طيب كان والدي يقرا الصحيفه عندما دق جرس الباب هنا بقى انت ايه في كان اهو وفي هنا الفعل المضارع ايه يقرا طيب يبقى الجمله هنا تبقى ايه ماضي مستمر فهتبقى dad was reading the paper when the doorbell rang. Dad was reading the paper. The والدي كان بيقرا الصحيفه when the doorbell rang تمام قاعده رقم 24 بتقول لك ان كان ذا فعل مضارع كان ذا فعل مضارع يقابله الماضي البسيط بس امتى بقى اذا دل على عاده في الماضي لو كان بيدل على عاده فين عاده في الماضي <applause> يبقى انت عندك كان زائد فعل مضارع دي لها حاجتين، كان زائد فعل مضارع يقابله ماضي مستمر، لكن كان زائد فعل مضارع يقابله الماضي البسيط بس لو كان بيدل على ايه؟ على عادة في الماضي زي لما تقول كان القدماء المصريون يبنون أهرامهم من الايه؟ من الحجارة، هنا أنت بتعبر عن ايه؟ عن عادة في الماضي، هنا مش هتستخدم ماضي مستمر أنت هتستخدم ماضي بسيط، ليه؟ عشان دي كانت عادة عندهم، فتبقى the ancient Egyptians built their pyramids of a stones يعني المصريين القدماء كانوا يبنون اهراماتهم من الايه من الاحجار وهنا انت بتعبر عن عاده في الماضي يبقى دول القاعدتين الخاصين بمين بكان رول نمبر 25 كان زائد قد زائد فعل ايه ماضي يقابله الماضي التام على فكرة أنا شايف كل الكومنتس بتاعتكم عندما وصلت إلى السينما كان الفيلم قد بدأ هنا بقى يقابله إيه ماضي تام احفظ التلاتة إيه بتوع كان دول فهنا هنقول when I arrived at the cinema the film had started قاعدة رقم 26 بتقول في حالة المضاف والمضاف إليه تستخدم of أو يأتي المضاف إليه ثم المضاف آه يعني ممكن تقول the school gate وممكن تقول the gate of the school ممكن تقول birth rate اللي هو معدل المواليد وممكن تقول the, rare, the rate of birth ممكن تقول pollution of environment وممكن تقول environment pollution ممكن تقول standard of living وممكن تقول living standard ده في حاله المضاف والمضاف اليه ممكن تستخدم اوف او ياتي المضاف اليه ثم المضاف طيب آه قاعده رقم 27 بتقول يراعى زمن الجمله وصيغتها زمن الجمله وصيغتها مبني للمجهول ام مبني للمعلوم لازم تشوف الجمله اللي انت بترجمها ديت مبنيه للمعلوم ولا مبنيه لايه للمجهول زي لما اقول توريزم اللي هي السياحة تعتبر السياحة مصدرا هاما تعتبر السياحة مصدرا هاما توريزم is considered تعتبر an important source نحن نعتبر السياحة مصدرا هاما هنا نحن فاعل نعتبر فعل وسياحة مفعول يبقى we consider tourism an important source لازم تاخد بالك وانت بالترجم قاعدة رقم 28 يفضل أن يكون ظرف الزمان اللي قلناها قبل كده والمكان إما في بداية الجملة أو نهايتها ماشي لما خلص اللايف عامه انا هاجي لكم بس اصبروا بس يفضل ان يكون ظرف الزمان والمكان اما في بدايه الجمله او ايه او نهايتها يقام مهرجان للفنون الشعبيه في الاسماعيليه كل عام وتشترك فيه فرق من معظم دول الايه دول العالم فهنا ايه يقام مهرجان للفنون الشعبيه في الاسماعيليه كل عام ده ظرف ايه زمان ده انت بقى بطل ده تحطه في بدايه الجمله او في اخرها فهتبقى كده every كل عام هنا في كوم على فكره انا ناسيها every year in اسماعيليه في الاسماعيليه ايه اللي بيحصل بقى كل سنه في الاسماعيليه ايه اللي بيحصل a Festival is هيلد and most of the world أو most of world countries take part in it تمام يبقى لو انت عندك ظرف زمان ومكان ممكن تحطه في بداية الجملة أو آخرها قاعدة رقم تسعة وعشرين بتقولك إيه بنكلم فيها عن الأرقام ركز بقى الأعداد من واحد لتسعة تكتب هجائيا دائما حلو حلو يعني من واحد لتسعة تكتبوا حروف يا بطل أما أما زاد عن ذلك فيكتب أرقاما نكتبه إيه أرقام يعني أنت لو مثلا عندك جملة فيها الجملة دي بتتكلم عن الأعداد حلو طيب زي الجملة الأولى دي كده 9 people were killed and 112 were injured الأعداد من واحد لتسعة في الجملة الواحدة الأعداد من واحد لتسعة نكتبها هجائيا طب لو زاد عن كده نكتبه أرقام تمام بس خد بالك بقى ولكن عندما تبدأ الجملة الإنجليزية بذكر العدد فإنه يكتب هجائيا دائما أيا كانت قيمته أيا كانت إيه قيمته تمام يعني الأعداد في الجملة الواحدة زي كده لو مثلا عدد كبير حلو آه هتكتبه في جمله واحده كده لا من واحد لتسعه نكتبه هجائيا طب الاعداد الاكبر من كده نكتبه ارقام لكن خد بالك الاعداد في بدايه الجمله تكتب تكتب هجائيا ايا كانت القيمه من واحد لتسعه او من غير فاذا نقول ايه 76 people were arrested 76 شخص تم آه القبض عليهم قاعدة <applause> رقم 30 بتقول لك الكلمة الواحدة قد يكون لها أكثر من معنى وعليه يجب اختيار المعنى المناسب للكلمة حسب موقعها لأن الكلمة الواحدة معناها حسب السياق ماشي فمثلا عندك كلمة إبا بيور ممكن تقول بيور وول يعني صوف خالص طب كلمة بيور تاني ممكن تلاقيها في مكان تاني بيور مان هل ده هيبقى معناها رجل خالص لا ده يبقى معناها رجل نقي السريرة يعني رجل قلبه طيب بيور ووتر دي معناها مياه ايه صالحة للشرب تمام ودي كانت القاعدة رقم تلاتين. وكده نبقى خلصنا اللايف بتاعنا النهاردة وهراجع القاعدة اللي انا قلت عليها بسرعة كده هقراها بس قراية مش مش هشرحها عشان الناس اللي اتأخرت آه قلنا القاعدة العامة مفيش ما ينفعش تترجم الكلمة غير لما تقرا الجملة ولا ينفع تترجم الجملة غير لما تقرا الفقرة ولا حتى تترجم الفقرة غير لما تعرف ايه اصلا السياق العامية. قاعدة رقم واحد قلنا قبل البدء في الترجمة عليك سريعا ان تحدد في الجملة العناصر الاتية الفعل والفعل والمفعول تمام وباقي الجملة آه القاعدة الثانية قاعدة رقم اتنين قلنا لازم نحدد زمن الجملة هل هو مضارع أم ماضي او مستقبل او مزيج من الاثنين طيب آه، القاعدة الثالثة قاعدة رقم 3 قلنا نتعامل بشكل صحيح مع verb to be و verb to have قاعدة رقم أربعة قلنا المفعول المطلق لا يترجم ولكن يستخدم ظرف او جملة ظرفية تدل على معناه قاعدة رقم خمسة قلنا تأتي الصفة قبل الاسم والظرف بعد الفعل وعلامة الظرف بتلاقي في آخره إيه ال واي تمام قاعدة رقم ستة بيقول لو كان النص المراد ترجمته مكتوب بلغة المبني للمجهول يفضل إنك تستخدم لغة المبني للمعلوم آه قاعدة رقم سبعة بتقول تستخدم اوف عندما يكون المضاف اليه غير عاقل ونستخدم الابوستروف او الابوستروف اس لما يكون آه للملكية لما يكون المضاف اليه ايه عاقل قلنا قاعدة رقم تمانية اداة النصب ان ليس لها مكان عند الترجمة الى الانجليزية انا بقرا بس القاعده اللي احنا خدناها قاعده رقم تسعة قلنا الضمائر المستتره في العربيه او في اللغه العربيه يجب اظهارها عند الترجمه الى الانجليزيه ودي نقطه مهمه جدا قاعده عشرة بتقول لام التعليل تترجم الى in order to او so as to او to زائد مصدر <applause> طيب قاعدة رقم 11 بتقول لك الضمير المضاف إلى فعل يترجم إلى ضمير مفعول ضمير مضاف لفعل يترجم إلى مفعول لكن الضمير المضاف إلى اسم يترجم إلى صفة إيه صفة ملكية قاعدة رقم 13 بتقول لك الأسماء المعنوية ما لهاش. ذا خالص عند ترجمتها زي أونر وبيوتي وتروث لو أنت بتتكلم عنها بصورة عامة لكن لو هتتكلم عنها لمعينة معينة او بتتكلم عن عنها بصورة مخصصة ينفع تستخدم أم لها ذا قاعدة رقم 14 بتقول لك الصفة المسبوقة بذا ولا يتبعها اسم تترجم الى اسم جامع في اللغة العربية زي كلمة ذا دام ذا بور ذا ريتش دي بقى اسم جمع قاعدة رقم خمستاشر الاسماء التي لا تجمع اللي هي او لا تعد يعني ما تاخدش اداة المعرفة ايه ذا. paper grass قاعدة رقم 16 كلمات التوكيد في اللغة العربية ليس لها ترجمة زي إن الصناعة هي أساس التنمية إن دي ملهاش ترجمة قاعدة رقم 17 حرف الإس وكلمة سوف المرادف لها ما في اللغة الإنجليزية هو زمن المستقبل البسيط 18 قاعده رقم 18 بتقول لقد زائد فعل ماضي وفي الجمله اشاره بتدل على الماضي البسيط نترجمها ماضي بسيط لكن لما تلاقي في آآ آآ لقد زائد فعل ماضي دون اشاره الى آآ الماضي فدي بنترجمها مضارع تام ودي كانت قاعده رقم 19 قاعده رقم عشرين بتقول لك قد زائد فعل مضارع يدل على الاحتمال وبنستخدم فيها ايه؟ مي زي الجملة اللي قدامنا دي قد يشهد هذا العام تطوراتها الى نحو السلام هنا قد اهي وبعدها فعل مضارع فدي معناها انك انت ايه هتستخدم مي للتعبير عن الاحتمال. بعدين لن زائد فعل مضارع ده يقابله في اللغة الإنجليزية مستقبل بسيط يعني لما تلاقي جملة زي لن أفعل ذلك ده معناها مستقبل مستقبل بسيط منفي. <تصفيق> ماشي. قاعدة <applause> رقم 22 بتقول لك لم زائد فعل مضارع يقابله في الانجليزي ماضي بسيط لم وفعل مضارع زي كده لم يحضر اه هنا تقول يحضر فعل مضارع ما انت عندك لم اهو لم يحضر احمد حفل عيد ميلادي هنا بقى لم وفعل مضارع تبقى ماضي بسيط على طول تمام قاعده رقم 23 كان وبعدين فعل مضارع بيقابله ماضي ايه مستمر لكن برضو في قاعدة رقم 24 قالت لك إن كان زائد فعل مضارع يقابله الماضي البسيط إمتى؟ بشرط إن هو يكون دل على عادة في الماضي زي لما تقول كان القدماء المصريون يبنون أهرامهم من الحجارة The ancient Egyptians built their pyramids of stones. قاعدة رقم 25 قلنا فيها كان زائد قد زائد فعل ماضي يقابله الماضي الايه التام زي الجملة دي عندما وصلت إلى السينما كان الفيلم قد بدأ كان الفيلم قد بدأ يبقى هنا إيه ماضي تام على طول فتبقى when I arrived at the cinema the film had started احفظوا القواعد دي كويس عشان واحنا بنترجم إن شاء الله في الحلقات الجاية بإذن الله هنستخدمها قاعدة رقم ستة وعشرين قلنا في حالة المضاف والمضاف إليه بنستخدم of أو يأتي المضاف إليه ثم المضاف قاعدة سبعة وعشرين قلنا فيها يراعى زمن الجملة وصيغتها مبنى للمجهول او مبنى للمعلوم ما تترجمش وخلاص شوف الجملة اللي انت بترجمها مبنية للمعلوم ولا مبنية للمجهول. قاعدة رقم تمانية وعشرين يفضل ان يكون ظرف الزمان والمكان اما في بداية الجملة او نهايتها. قاعدة رقم تسعة وعشرين بتقول الارقام كان سيف بيتكلم في الحتة دي الاعداد من واحد لتسعة. تكتب هجائيا امتى دائما يعني انت من واحد لتسعة قشطة تكتبه هجائيا ده دا دايما اما اذا اما لو العدد اكتر من واحد لتسعة لو العدد اكتر من تسعة اما اذا زاد عن ذلك فيكتب ارقاما فيكتب ايه ارقاما بس ده في حالة ان هو يجي في وسط الجملة يجي في وسط الايه الجملة ولكن يعني لو عدد مثلا ايه